الدفاع المدني المسؤول عن الصلاة والقوارب في الموقع لقيادات الجامعة المسلمة. لسه ما اتضحت المكان، تصاعد الدخان من المعمل، كان في إخلاء جميل. في بعض المتطوعين اللي دخلوا قبل وصول الدفاع المدني ما في مخارج طوارئ للمدرسة. ما تم استخدامها بشكل جيد؟ مدربين عليها واستخدموها والحمد لله. إذا كان الآن رغم ترى من الحادث، لكن أعتبر الإصابات أقول لله الحمد لله، إصابات صح إنها مؤلمة لكن أتوقع أن يكون لا سمح الله شيئا. كم عدد الإصابات؟ والله تقريبا 40 إصابة. ما اتضحت الوضع لكن تقريبا وفيين ما تأكدت. بالنسبة لإجراءات السلامة في المدارس كيف الآن تنظمون الأعداد؟ أبدا في خطة للسلامة وكل المدارس حتى تعمل فرضيات، لكن حالات الهلع ما كانت مسيطرة. طيب بالنسبة للشبابيك الموجودة اللي تم تكسيرها، تم تكسيرها بناء على أنها ما تفتتح يعني بشكل جيد؟ لا، هي خطأ عن توجد الشبابيك. نعم. هل هذا الخطأ حيتم تشكيل لجنة عليه والإدارة في المدارس الأخرى؟ في مدارس جنوب جدة؟ كل المدارس. نعم. جنوب جدة من جدة. هل عرفتوا إيش أسباب الحريق؟ لا لسه ما أدري. هذه ممكن الدفاع المدني بس. لأنه لحد الآن هي رواية، لكن إيش التقرير الفني لم يتم. الطالبات والمعلمات ما طلعت الأول. لحد الآن من الأدوار السبع. توقع إيش اللي ساعد في الشرح؟ طبعا يمكن مصدر حريم 24 شيء آخر طبيعي إنه ينتشر، لكن إيش أسباب ما هي واضحة.